هذا وشاركت مملكه البحرين في المعرض الاعلامي المصاحب لقمه مجلس التعاون الخامسه والاربعين بدوله الكويت الشقيقه وتميز جناح مملكه البحرين بتقديم تعريف شامل للزوار من خلال عرض مجموعه من الكتب والمواد الاعلاميه المهمه التي تعكس تاريخ وحضاره مملكه البحرين في مختلف المجالات ويمثل المعرض منصه مهمه لتسليط الضوء على ثقافه وتاريخ منطقه الخليج والجهود المبذوله لتعزيز الهويه الوطنيه